السلام عليكم الدراري. واش رونالدو كيوقف في طريق زياش وعلاش؟ طبيعة الحال كاينة ولكن بطريقة غير مباشرة. نبداو بالتفاصيل. أول حاجة الخوش قبل ما نبداو في التقرير، حاليا مانشستر يونايتد حاطين بزاف اللاعبين اللي باغيين نشادبوهم وباغيين نعزو الفريق. بعد ما نشادبو حاليا ثلاثة اللاعبين اللي هما مالاسيا ظهير أيسر، ونشادبو أيضا إريكسن وسط ميدان، ونشادبو أيضا مارتينيز اللي هو مدافع كيلعب قلب الدفاع وكيلعب أيضا ظهير أيسر. حاليا محتاجين عديد من اللاعبين. كاين واحد المهاجم ديال سالسبورغ اللي هو سيسكو باغينو كيلعب كتسعود، وكاين حكيم زي الشاوة حاطينو، لكن المشكل هو في الإدارة اللي مساعدة تين هاغ ما تيقاش بزاف في اللاعب زياش. ودابا ندوزو للسؤال ديالنا المهم، واش رونالدو غادي أثر وغادي يصعد مأمورية في طريق زياش باش ينضم لمانشستر؟ نجاوبو عليه. كما عارفين حاليا المستقبل ديال زياش مع تشيلسي بات محسوم بشكل كبير، بحيث أنه باغي يمشي وطوخيل أيضا عاطيه الضوء الخضر. لكن بالنسبة لصحيفة مونديال الفرنسية قالت بلي الدولة المغربية زياش ضمن أولويات المدرب السابق تين هاغ في مانشستر، لكن تين هاغ ينتظر الآن ملف الأسطورة كريستيانو رونالدو رفقة النادي، بحيث أنه عارفين بأنه كاع ما كيلعب نفس المركز ديال زياش، لكنه كيحظى بالاهتمام وهو اللي مركز عليه بزاف الإدارة وتين هاغ باش يحسمو من البقاء ديالو أو الرحيل ديالو. من بعد ذلك غادي يركزوا على اللاعبين، ومن طبيعة الحال غادي ينتدبو تسعود اللي كيلعب مركز رونالدو، لكن بطبيعة الحال باغي مركز اخر اللي هو زياش اللي كيلعب كجناح ايمن وكيصنع فرص بطريقه اللعب ديالو. لكن دابا السؤال، واش ديك القضيه والطريقه اللي كان كيلعب بها تين هاغ في اياكس في الدور الهولندي غادي تناسبو في البريمير ليغ اللي كيعتمد على السرعه والضغط؟ هذا هو الاشكال. وحاليا رونالدو هو اللي كيصب عليه التركيز الاداره ديال مانشستر، غادي يسالو من رونالدو ويحسموا الامر ديالو، ديك الساعه غادي يشوفوا اللاعبين الاخرين. بطبيعة الحال زياش محطوط، لكن واش في الاخر غادي تقبل الملف ديالو باش ينشدبوه او لا؟ هذا هو السؤال الكبير. اش بالكم الخوش؟ هذا مكان ان شاء الله ولي براسكم.